مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية. ثلاث ميزات جديدة نزلت بالتحديث الجديد للواتساب، التحديث برقم 23/13/82. قبل ما أبدأ أشرح الطريقة الصحيحة للتحديث، أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو لا ينسى الدعم للقناة بالاشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصل كل شيء جديد من عندي والجديد على قناتي. قناتي اسمها بلين بعيون عربية، قناتي مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول لهذه المشاكل. في البداية، هذا التحديث جدا مهم حتى توصلكم لثلاث ميزات. خلينا ندخل من داخل التطبيق. أول شيء نشرح الطريقة الصحيحة للتحديث، وثانيا نشاهد الميزات الجديدة اللي وصلت لحسابات الواتساب. في البداية حتى أحدث الواتساب بصورة صحيحة، راح أدخل على الأبل ستور وأدخل بالأعلى، أنزل الشاشة إلى أسفل، راح تنزل التحديثات النازلة. نزل عندي الواتساب، الواتساب التحديث ورقم 23/13/82. قبل ما نحدث ندخل على الإعدادات، ننزل على عام، ننزل على تحديث البرنامج، نتأكد الآيفون 16.5.1A. بعدها راح ننزل على مساحة التخزين، هذه المساحة الكلية 128، المستخدم 82. الفرق بيناتهم لازم يكون أقل شيء بين 10 إلى 30 جيجا. بهاتف رقم 64 10 جيجا، رقم 128 جيجا لازم 30 جيجا حتى المعالج يشتغل على راحته وما تخسر أي بيانات. بعد ما تأكدت عندي مساحة، هسه أروح أحدث حتى تشاهدون الميزات اللي نجدي. أدخل على الأبل ستور أعمل تحديث. بعد ما كمل التحديث راح ندخل على الواتساب، وحتى نشاهد الميزات اللي وصلت راح ندخل أول شيء على أول ميزة ونختار أي صورة نرسلها. مثل ما تشاهدون ظهر عندي آخر خيار، الخيار الأول إرسال بجودة قياسية وجودة عالية، لكن هنا يقول الجودة العالية من ترسلها بينك بين المحادثة اللي قدامك راح تطول شوية وتاخذ مساحة أكبر، فعادي إرسال بجودة عالية تم الضبط على جودة عالية وترسلها. هذا بالنسبة إلى الميزة الأولى اللي جتي في الواتساب. الميزة الثانية لو عندك أي رقم وحبيت أنه تتراسل وياه، راح تدخل بالأعلى وهنا تبحث عنه بواسطة الاسم أو الرقم، راح يظهر عندك أي واحد أنت ما تعرفه موجود عندك أو مو موجود. هذا الميزة الثانية اللي وصلت بالنسبة لتطبيق الواتساب. بالنسبة إلى الميزة الثالثة واللي وصلت إلى تطبيق الواتساب، وهذه ميزة ما حد تكلم عليها، أول شيء لو دخلنا على أي صورة هنا ودخلنا بالأسفل راح يظهر عندك تعيين كصورة شخصية. هذه الصورة راح تصير صورة شخصية إلى القناة مالتك مثل ما تشاهدون، وهذا شيء جديد وصل بهذا التحديث. الآن هذه صارت الصورة الشخصية بالنسبة إلي لقناتي، وهي عبارة عن صورة أرسلها أحد المتابعين إلي، فهذه الصورة راح تقدر فقط تكبس على علامة التحويل، راح يظهر بالأسفل عندك مشاركة تحويل حفظ، وبالأسفل خيار تعيين كصورة شخصية. هذا اللي حبيت أشرح لكم إياه عن الميزات اللي وصلت بتطبيق الواتساب. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديتوا. لا تنسوا ندعموا قناتي برلين بعيون عربية باشتراك ولايك، فعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها بالرسائل، أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة. بالنسبة لدي يصير الآن هو منافسة بين التطبيقات حتى تجذب المتابعين، طبعا هذه المنافسة هي راح تكون من صالحنا حتى يوصلنا تطبيقات محدثة ما بها أخطاء وبها ميزات كثير. نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو واستفادت منه، أتمنى لا تنسى تشترك بقناة وتفعل الجرس وتشارك هذا الفيديو لأصدقائك قريبا، لأنه حتى نوصل للمئة ألف. تحياتي لكم، مع ألف سلامة.